هكذا هي صورة المشاركة في الانتخابات المحلية لهذا العام في أحد مراكز الاقتراع في محافظة رام الله والبيرة، مشاركة وصفت بالضعيفة نوعا ما نسبة لعدد الناخبين المسجلين. لجنة الانتخابات المركزية وفي مؤتمرها الأول توقعت ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات بعد عصر اليوم نظرا لانشغال الناس بموسم قطف الزيتون في ساعات الصباح، مؤكدة على أن بعض الهيئات المحلية شهدت نسبة مشاركة فاقت 80% بينما كانت أقل منها في مراكز المدن. في قرية بدو شمال غرب القدس بدت الصورة مختلفة، حيث اكتظت ساحة المدرسة بالمشاركين الذين عبروا في معظمهم عن رضاهم عن عملية إجراء الانتخابات، في حين أن بعضهم لا يزال يرفض المشاركة فيها لأسباب عديدة. هنا في قرية بدو شمال غرب القدس تبدو المشاركة أوسع في الانتخابات المحلية مقارنة مع مراكز المدن، ووحدها صناديق الاقتراع ستحدد غدا لمن ستحسم النتيجة وكم هي نسبة التصويت. لشبكة أجيال إذاعية يارا فارس.